حبيبي يا كنت قال اخترتك يا بنت منصوري في البهدله. هي دي الفساتين ولا بلاش؟ تيجي ابلع عفارم وحجنيه المفتريه يشوف الفساتين مش فساتين سيد حموجه الجايفه. يا سلام يا سلام على فساتين المدام سهام دي كلها على جدي. او الواحد كده ضمن فستان جديد كل شهرين ثلاثة ولا ايه؟ جالب الجزمة واحد 40 والشنطة الشنطة كأنها متفصلة على ايدي. حلوة حلوة قوي قوي يا مصر. اهديه اهديه انت جيت امتي؟ انا معاكي على طول يا منصورة، مش هسيبك لحظة واحدة. انت فين واني فين؟ انت من الباه صاحب العمارة واني حيالله حتة بواب. بوابة قلبي اتفتحت لك من اول ما شفتك، وحبنا هيلغي كل الفروق اللي بينا، هيساوي الغني بالفقير والسطح بالبترون. كلامك حلو قوي، قول كمان. انت فتاة احلامي يا منصورة، طول عمري بدور على واحدة في جمالك وجدعنتك، وبدل ما اسيبك تنزلي بيا لسبع ارض هطلع انا بيكي لسابع سما. وايه كمان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الدوشة دي؟ وده وقته؟ تم تم تم، اتفضل يا احلى استاذة. ايه ده؟ هو راح فين؟ يا اختي على جمالك وحلاوتك عسل. منصورة ايه اللي عامل فيكي كده؟ وبعدين بقى هواني كل ما حد هيشوف دي النهارده هيقول لي ايه اللي عامل فيكي كده؟ انا اللي عملت في نفسي كده. اصل عقبال عندك عندنا كاتب كتاب الليله دي. كاتب كتاب؟ ايوه ولحيتك يفهم بقى. امال انا ليه؟ يديلك شربات بدل الشاي اللي انت طلبته. كاتب كتاب مين؟ لا بقى خليها مفاجأة احسن، وعبال ما تشرب الشربات يكون ظهر الخبر اليقين. يعني بس مش عارفه هو اتاخر كده ليه؟ هو مين ده؟ الخبر اليقين. انا مش فاهم منك اي حاجه. انت مستعجل على ايه بس؟ جالي يا كاتب كتاب بفلوس بعد نص ساعي هيبقى ببلاش. او بقى ببلاش. البنت دي شكلها اتجننت. نعم مساء الخير يا عم. امرني. ايه امرني دي يا صالح بيه؟ يا راجل مش تخش تقول سلام عليكم. قلت لك مالكيش دعوه انت. عايز ايه يا كامل؟ بهاء هو اللي عايز. ما تتكلم يا بهاء. ما يصحش يا بابا وحضرتك موجود. هتتكلموا ازاي بس وانتوا واقفين لبعض كده زي الزناهير؟ طب ده حتى الكلام يجي في زوركم تزوروا. قلت لك مالكيش دعوه انت. الله منصوره معاها حق يا صالح، ما يصحش تتكلموا وانتوا واقفين كده. اتفضل اتفضل استريح. تقعد يا صالح بيه ولا هتفضل واقف لهم كده زي المراقب الغيتت اللي بيراقب في الامتحانات؟ طب انتوا ايه الموضوع المهم اللي جابكم دلوقتي من غير ما تاخدوا ميعاد قبل ما تيجوا؟ اتكلم ما تخافش، قلت لك هاني معاك. عمي أنا يسعدني ويشرفني إن أطلب إيد بنت حضرتك هالة. نعم يا أخويا. اخلصي إيه النفس ده كله؟ اخلصي اطلعي بره. إيه ده؟ إيه يا صالح ده ما يصحش كده، ما يصحش. الكلام أخده وعطى يا أخي. أخده العطا. ما أنت شايفة؟ البي جاي يخطبك كأنها أول مرة، ناسي إنهم كانوا متجوزين وطلقوا. ما أنت اللي غصبت عليهم يتطلقوا. وجات لك الفرصة تصلح غلطتك يا أخي. يانسى دينك يا كامل بيه، رمز الساعة ده ولا الولاعة. أنت لسه هنا؟ قلت لك امشي اطلعي بره. يا بابا يا بابا حضرتك عارف كويس إن بهاء بيحب هالة، وهالة كمان بتحبه، وإن مصلحتهم ومصلحة عمر إنهم يرجعوا لبعض. قلت ليه أنت؟ إيه؟ أختك مديك توكيل عشان تدافع عنها؟ ولا توكيل ولا تسجيل. أنا هروح عند أهلك الست هالة وهي تقول لك الكلمتين دول بنفسي. انت لو ما حركتيش من هنا مش هيحصل لك طيب في دنيتك ابدا. كده؟ طيب يا ابو الصلح
مدام صفية تعالي معايا عشان عاوزاكي في موضوع مهم. موضوع ايه دلوقتي بس يا منصورة؟ اسمعي كلامي، دي مسألة مستعجلة. استني عنك. الله، انت رايحة على فين؟ ما تشغلش نفسك بيا يا صالح بيه، انت مش طردتني مالكش دعوة بيا بقى. ميمي ميمي وا ميمي 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 وا. بس يا منصورة بطلي تلعبي بالنار. حاسب انت من نار الصور اللي معايا. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ لا احنا بنتوشوش على ايه؟ ما رديتش علينا يا صالح. ها هترد عليهم ولا ردني على مدام صفية بالظرف اللي معايا؟ ادوني فرصة افكر.